ماذا قال رجال على هاشتاج المرأة السعودية؟ هو ليس الجدل الأكبر على تويتر اليوم، خصوصا بعد التغريدات الغاضبة التي انهالت على الفنان وائل جسار فاضطر للرد عليها على انستغرام، بينما تغريدة عادية جدا وبسيطة من عمرو دياب تؤكد عالمية هذا الفنان الكبير. أهلا بكم في شير. في الإمارات حملة على تويتر على هاشتاج كيف نقلل نسبة الطلاق. الهاشتاج نقل بعض الحلول التي وجدها شباب تويتر مناسبة لحل هذه المشكلة. الشيء الإيجابي هو أن الحملة انتشرت في بعض الدول العربية وتفاعل معها أكثر من 10 ملايين شخص. لهذا فكرنا أن نطرح عليكم السؤال، كيف نقلل نسبة الطلاق في مجتمعنا من وجهة نظرك؟ شارك برأيك معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك على الشاشة أو عبر رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب وتواصلوا معنا دائما على هاشتاج شير الغد. لنبدأ مع الموضوعات التي تصدرت تويتر بالوطن العربي اليوم. البداية من المملكة العربية السعودية، هاشتاج بيان الشيخ عبد الله بن علي الذي دعا فيه الشيخ عبد الله عقلاء الأسرة الحاكمة وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي. في الإمارات كان الهاشتاج الأهم هو كيف نقلل نسبة الطلاق، وفي أقل من 24 ساعة كتب على هذا الهاشتاج أكثر من 125,000 تغريدة، وقال كثيرون إن أسباب الطلاق تختلف من دولة لأخرى، ومن أبرزها وفقا للتغريدات هو الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين. في الكويت انتشر هاشتاج البصمة تسبب التهاب بالكبد، واستغله المغردون للسخرية ردا على تصريح الدكتور محمد العنزي أستاذ القانون بالكويت الذي قال أن أجهزة البصمة تتسبب في انتشار التهاب الكبد الوبائي والإيدز. وأخيرا في مصر كان التفاعل الأكبر على هاشتاج رأيك في تحية العلم للجدل الدائر منذ بدء العام الدراسي وتطبيق تحية العلم في الجامعات. مفاجأة من العيار الثقيل في افتتاح حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية بعد ظهور شون سبيسر المتحدث السابق باسم البيت الأبيض على منصة الحفل. شون سخر من نفسه ومن التصريحات الخاطئة التي ظل يرددها إلى أن استقال من منصبه في نهاية يوليو الماضي. لنتابع دخول شون سبيسر إلى منصة الحفل والذي فاجأ الحضور. Witness an Emmys, period. Both in person and around the world. موجة غضب كبيرة منذ الأمس على تويتر بسبب فيديو لطفل مدفون في الرمال حتى رقبته. لم يتضح مكان وتاريخ تصوير الفيديو، لكن الواضح فيه بكاء الطفل بينما يضحك الشخص الذي يصوره. انتشار الفيديو بشكل كبير إلى أن قرر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل نشر الفيديو على حسابه بتويتر كنوع من التوعية. لم يكتفي المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بنشر الفيديو فقط، بل نشر في تغريدة قال فيها: ما يتعرض له الطفل يعد إيذاءً، ومن قام بمثل هذا الفعل يعتبر معنف ومسيء للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء. البعض رد على التغريدة باعتبار أن هذا الأمر هو علاج للأطفال من بعض الأمراض، فغرد الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب وقصرة الشرايين في تغريدة قال فيها: الدفن في الرمال لا يعالج الشحنات الكهربائية بالقلب أو الدماغ،
ولا يعالج تأخر الطفل في المشي، بل من الممكن أن يقضي عليه بسبب الضغط على القفص الصدري. معلومات مغلوطة شائعة بين الناس، من المهم جدا أن يتم توضيحها من قبل أشخاص مختصين مثل الطبيب خالد. في السعودية أيضا تفاعل كبير على هاشتاج مختلف تماما، هو هاشتاج المرأة السعودية، بعد إعلان خدمة الملاحة الجوية السعودية أنها بصدد تأهيل وتوظيف عدد من الفتيات السعوديات للعمل في مجال المراقبة الجوية، وهو شيء يحدث لأول مرة في تاريخ المملكة. فكيف استقبل رجال السعودية هذا الخبر؟ لنرى. عبد العزيز جندي غرد قائلا: المراقبة الجوية أصعب المهن، تحتاج تركيز ومتابعة ونشاط وخطوة موفقة. وبنفس الروح الإيجابية غرد حماد الشمري قائلا: توظيف المرأة السعودية في مهنة المراقبة الجوية هو دليل لكفاءتها في شتى المجالات ومواكبة لرؤية المملكة 2030. كما يفعل كثيرون منا أن تتواجد في مكان ما وتصور نفسك مثلا أمام تمثال الحرية، من أمام قبة الجامعة، من داخل ملعب ستانفورد بريدج الذي استقبل الجولة الخامسة من البريمير ليج بين فريقي تشيلسي وأرسنال، أخذ النجم المصري عمرو دياب صورة ونشرها على حسابه الرسمي على تويتر، وكتب مجموعة من الهاشتاجز من بينها هاشتاج تشيلسي. المفاجأة أن الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي رد على تغريدة عمرو دياب ورحب به على تويتر قائلاً: أهلا بك عمرو في ملعب ستانفورد بريدج، استمتع بالمباراة. الأظرف أن عمرو دياب تفاعل مع تغريدة نادي تشيلسي وقال: وهو شيء لم يعتد عليه جمهور الهضبة من قبل. فغرد تويتر على تغريدة نادي تشيلسي رد عمرو دياب قائلا: شكرا جزيلا، الجو ممتع وأتمنى لكم مباراة جيدة. أما نادي الجندي فتثير جدل على السوشيال ميديا بانتشار صورة لنادر وهو الابن الأكبر للفنان الراحل عماد حمدي على أنه ابن نادي الجندي، لكن الفنانة الكبيرة قررت وضع حد لهذا الجدل ونشرت صورة على حسابها الرسمي بإنستغرام لابنها هشام، وقالت: بحب أوضح أن دي صورتي مع ابني الوحيد هشام عماد حمدي الذي أنجبته وعمري 16 عاماً، وأحب أوضح أن الصورة التي انتشرت على السوشيال ميديا صورة الأستاذ نادر الابن الأكبر لعماد حمدي من الفنانة الراحلة فتحية شريف. أما في لبنان، وائل جسار يطالب جورج وسوف بالاعتزال حفاظاً على تاريخه الفني. بالطبع هذا التصريح أغضب محبي جورج وسوف، وانهمرت الانتقادات على وائل جسار على السوشيال ميديا، فوجد وائل نفسه مضطراً لتوضيح موقفه من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي على إنستغرام. نتابع. مساء الخير وتحياتي للجميع. أكيد صار في حكي كتير يمكن سمعته أو انفهم مني غلط كتير بخصوص سلطان الطرب جورج وسوف. اللي بدي أقوله ما رح طول عليكم، بس اللي بدي أقوله أنه أنا من مدرسة سلطان الطرب جورج وسوف، وبعتز وبتشرف أني يكون من هالمدرسة. أنا إذا انفهم كلامي غلط أنا بعتذر من كل قلبي. أنا اللي كنت عم أقوله أنه صحياً الله يطول بعمره، الله يقدم له الصحة. يعني شايفينه يمكن كلنا قديش تعبين. أنا من ناحية صحية، من ناحية صوت هو الملك. من أخبارنا السريعة اليوم، جوجل يحتفل بالذكرى 308 لميلاد الشاعر والناقد الإنجليزي سامويل جونسون، والذي يعد من أبرز شعراء إنجلترا، وكان قاموس اللغة الإنجليزية هو عمله الأكثر شهرة. سامويل كان مشهوراً باسم الدكتور جونسون لتميزه في النقد والشعر والأدب بصفة عامة.
انتقل سامويل عام 1737 إلى لندن لدعم نفسه من خلال الصحافة، وكتب في مواضيع مختلفة. في عام 1747 كلف بتجميع قاموس اللغة الإنجليزية في مهمة استغرقت 8 سنوات، وتم نشر القاموس في 15 من أبريل عام 1755. بإمكانك أن تفعل الكثير بصور السيلفي. أفكار جديدة لنبتعد عن مرض جنون السيلفي وهوس السيلفي ونجعل منه شيء أكثر إيجابية، أو نخرج منه بشيء مفيد، مثل بطل قصتنا التالية الذي وثق أهم الأماكن الأثرية في أوروبا. ما رأيكم أن نذهب معه في جولة ممتعة في أوروبا على طريقة السيلفي؟ واو 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 واو. بعد الفاصل في شير نتعرف على إجاباتكم على سؤال حلقة اليوم. سؤالنا يقول: كيف نقلل نسبة الطلاق في مجتمعنا من وجهة نظرك؟ وسنبحث أيضاً عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية مع ضيفنا من السعودية لواء أبو خيط، خبير استراتيجي لمواقع التواصل الاجتماعي. انتظرونا في شات بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى في شير. ارتفاع نسب الطلاق بشكل غير مسبوق هذه الأيام يمكن لمسه بسهولة في مجتمعاتنا العربية. بالطبع هناك أسباب مختلفة وراء ارتفاع هذه النسب. البعض أرجع أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في هذا، وأنها تسببت في فجوة بين أفراد الأسرة الواحدة. مغردو تويتر حاولوا وضع حلول لتقليل نسبة الطلاق عبر هاشتاغ كيف نقلل نسبة الطلاق. فمثلا غرد خالد العمار قائلا: لا تنخدع بما يعرضه أزواج السوشيال ميديا، فأغلبه تمثيل وتكلف ولا يمت للواقع بصلة. خالد الفاخري غرد قائلا: باختصار الأهل لا يتدخلون بين الزوج وزوجته، خلوهم يعيشون حياتهم كما يرغبون. أنور المحيسن غرد قائلا: أغلب مشاكل الطلاق عدم تحمل العبء بالحياة اليومية بين الطرفين، التثقيف بأمور الحياة والمصاعب هو الحل الأمثل. لتفاصيل أكثر عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية ينضم إلينا من السعودية عبر سكايب لواء أبو خيط، خبير استراتيجي لمواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك لواء ومنور شير. الله يخليك وبارك فيك. لواء طبعا لابد أن أشاركك معنا في سؤال الحلقة: كيف يمكن أن نقلل نسبة الطلاق في مجتمعاتنا؟ والله أنا نورهان بدي أخذ منحة مختلف في دراسة خلينا نحكي أسباب ما قبل الطلاق، كيف نبني عملية الزواج في مجتمعاتنا؟ هل عملية الزواج الاثنين في مجتمعاتنا تتم على أسس اجتماعية صحيحة؟ هل ما زالت العادات والتقاليد اللي بتجبرنا على اتباع نهج معين في الزواج هي السبب؟ هل هناك موانع تمنع من التفاهم التام بين أطراف العلاقة الزوجية قبل الزواج هي اللي تؤدي في النهاية إلى الطلاق؟ أنا ما بدي أبحث في أسباب الطلاق، بدي أبحث في أسباب الزواج أو آليات الزواج في مجتمعاتنا. أتوقع هذا هو الموضوع اللي إحنا لازم عن جد ندرسه عشان نوصل لأسباب انتشار هاي الظاهرة المقلقة. أنا شايفة أنه ده تفكير إيجابي وعملي أكثر، أنه نبحث المشكلة من البداية، نحاول أن نتلافاها من البداية. طيب عموما لواء، يعني كونك خبير في مواقع التواصل الاجتماعي، هل ترى
أن لها تأثير سلبي أو إيجابي على العلاقات الأسرية بشكل عام؟ أنا دائما بحب أنظر لمواقع التواصل الاجتماعي نورهان إنها أداة. هلا إلها تأثير إيجابي ولا سلبي هذا بإيدة في الموضوع. يعني أنت بالأخير السيارة قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على علاقتك الزوجية. مواقع التواصل الاجتماعي هي أدوات نستخدمها حسب ما إحنا بدنا. كيف نقدر نوظفها في حياتنا نزيد من أواصر التواصل الحقيقي والأسري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في إلنا أقارب عايشين إحنا في أماكن بعيدة من العالم، نزيد أواصر التواصل معها من خلال التواصل الاجتماعي. فوسائل التواصل الاجتماعي أثرها إيجابيا أو سلبيا على العلاقات الزوجية بإيد المستخدم مش بإيد المواقع. أنت أنصفت مواقع التواصل الاجتماعي يعني بمنتهى الحيادية والموضوعية، بالنهاية هي أداة وكل شخص مسؤول عن كيفية استخدام هذه الأداة. طيب طالما أنك الخبير نود أن نعرف كونك معنا اليوم عن تطبيقات التواصل الاجتماعي، من يستخدمها أكثر الرجال أم النساء؟ وهل يفضل الرجال مثلا تطبيقات بعينها والنساء تفضل تطبيقات أخرى أم لا؟ نورال هلا صراحة كل التقارير العالمية اللي صدرت مؤخرا وآخرها تقرير وي آر سوشيال صدر في الشهر الماضي بشهر 8/2017 بين النمو المستمر في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا كسرنا حاجز 3 مليار، صار عندنا أكثر من 3 مليار مستخدم لقنوات التواصل الاجتماعي في العالم، يعني 40% من سكان الكرة الأرضية. وللآن يتصدرهم ويتزعمهم منصة الفيسبوك اللي أعلنت رسميا كسرها لحاجز 2 مليار مستخدم. وإذا بدنا نقيس أو نوجد مؤشرات أو دلائل لأي جنسين أكثر، حسب الفيسبوك الذكور متقدمين بنسبة 55% كمستخدمين لمنصة الفيسبوك. أتوقع هاي النسبة عالميا على معظم التطبيقات أو المنصات، ولكن في منصات تستخدمها النساء أكثر مثل الإنستغرام مثل البنترست، هاي أكثر للنساء من الرجال. وإحنا كرجال نستخدم مثلاً يوتيوب، تويتر، نتوقع أن نستخدمها بنسبة أكثر. رائع جداً. البعض يرى أن هو اتهام لمواقع التواصل الاجتماعي أنها سهلت مسألة الخيانة بالنسبة للرجال، فما تعليقك؟ طب أعلق من وجهة نظر مختص أكثر مني رجل. وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أبواب للتواصل. من في دمه الخيانة قد وجد بابا جديدا، مش إنه وسائل التواصل الاجتماعي زادتها، هو وجد باب جديد يعني الخلل فيه أصلا، وإن لم يجد هذا الباب وجد بابا آخر. ولكن نعم للأسف أنا بدي أكون كثير حيادي، وسائل التواصل الاجتماعي زادت في معدلات الخيانة صراحة، وهي شغلة كثير مش عندنا بس للعلم، مش فقط في منطقتنا، في كل العالم، لأنه فيها نوع من السهولة وفي نوع من التخفي، يمكن بناء حساب وهمي ويمكن تستخدم عدة طرق. فالجواب نعم نورهان للأسف وسائل التواصل الاجتماعي زادت من معدلات هذه الخيانة الزوجية للأسف. وبالطبع الخيانة هي أحد أسباب الطلاق في مجتمعتنا، لكن نحن في شير دائما نحاول أن نكون إيجابيين، فسنقلب الآية ونسألك لواء كيف نستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية؟ والله هذا السؤال جميل جدا. بصراحة هناك العديد من الطرق اللي احنا نقدر صراحة نبني فيها وعي اجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول افضل الاساليب الاسريه، حول افضل طرق التواصل مع اطراف العلاقه الاسريه، كيف يمكن تبني علاقه مستمره مع ابنائك، مع زوجتك، مع اهلك. وسائل التواصل الاجتماعي سهلت كثير من حياتنا، لابد ان نستخدمها بالطريقه الافضل والطريقه الامثل لتوطيد هذه العلاقات. والحمله اللي انطلقت في الامارات في الامس ترى هي حملة، يعني أصحابها كان بدهم يوصلوا إلى بناء وعي، خلينا نحكي في السوشيال ميديا في الإعلام الاجتماعي، حول أهمية النظر بجدية لهذه المشكلة، وبالتالي قد تنطلق حلول وقد يكون هناك خلينا نحكي آراء إيجابية في هذا الموضوع ندرسها، وبالتالي يمكن نوظف وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز العلاقات الأسرية بعدة طرق. نعم، أعتقد أنه الحديث عن الأمر يفتح مجالات جديدة لتلافي المشكلة في المستقبل. كل الشكر لك لواء أبو خيط، خبير استراتيجي في مواقع التواصل الاجتماعي، نورتنا في شير اليوم. الله يخليك.
استمعنا لرأي الخبير في التواصل الاجتماعي، وأيضا استعرضنا بعض تعليقات السوشيال ميديا حول هاشتاج كيف نقلل نسبة الطلاق في مجتمعاتنا. لنرى كيف جاءت تعليقاتكم. تبدأ بفيسبوك وإسلام صابر الذي قال: التوعية قبل الزواج والابتعاد عن الفيسبوك وتعلم المسؤولية والتكافؤ بين الطرفين والاختيار المناسب. إسلام، أنا أتفق معك في كل ما قلت ما عدا الابتعاد عن فيسبوك. سالم علق قائلا: يجب على كل دولة وضع قانون بدفع مبلغ مالي كبير على كل من يريد الطلاق من الطرفين سواء المرأة أو الرجل، بهذا أفضل حل برأيي. وجهة نظر. شهرات محمد علق قائلا: وضع قوانين صارمة من طرف الدولة، توعية الأجيال، وإذا اضطروا أن تكون هناك دروس في المقررات الدراسية، وأن يفعل المجتمع عادات اختفت وهي جلسات الصلح، الصبر ثم الصبر والقناعة، فمعظم المشاكل الزوجية تكون مادية. أيضا وجهة نظر. نستمع لوجهة نظر نسائية من ولاء محمود التي قالت: لو كل طرف يتغاضى عن المشاكل دي حتقلل نسبة الطلاق كتير. على تويتر طرحنا السؤال للتصويت: كيف نقلل نسبة الطلاق في مجتمعاتنا؟ وطرحنا الخيارات التالية: التوعية المجتمعية، حسن المعاملة، أو تقليل الفجوة بين الزوجين. وجاءت النتيجة متقاربة نوعا ما، فتصويتكم اختار 14% اختاروا تقليل الفجوة بين الزوجين، 36% اختاروا أن تقليل نسبة الطلاق يأتي من حسن المعاملة، وأخيراً 50% اختاروا التوعية المجتمعية، وهي النسبة الأكبر، التوعية المجتمعية. وصلنا الآن لفيديو اليوم، وروبوتس ار everywhere. أصبح الإنسان الآلي موجوداً في كل المجالات ومساعداً هاماً للبشر، وأخيراً دخل الروبوت أو الإنسان الآلي في مجال الموسيقى ليصبح مايسترو، يقود أوركسترا العازفة خلف المغني الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي. الروبوت الذي قاد الفرقة يدعى يامي، وهو من تصميم شركة ABB السويسرية. لنشاهد المايسترو يامي في مسرح فيردي في بيزا للاحتفال بالمهرجان الدولي الأول لأجهزة الإنسان الآلي. بهذا نكون وصلنا لختام مشوارنا معكم اليوم، بانتظار مشاركاتكم معنا، قصصكم، تعليقاتكم عبر صفحات البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. شاركونا أيضا وتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب على رقم البرنامج، كما يمكنكم متابعة شير على قناة الغد باليوتيوب. دائما خاطبونا على هاشتاج شير الغد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من شير.